أحسن الله إليكم. تقول السائلة: كيف يستطيع الإنسان أن يكون رقيق القلب؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان عليه أن يعمل الأسباب. أولا يتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام يقسي القلب ويمنع قبول الدعاء. ثانيا عليه أن يدعو بقلب حاضر، يدعو بقلب حاضر موقن بالإجابة، ولا يدعو الله بقلب غافل لاهن. وثالثا أن يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عند حسن ظن عبده به فليظن به خيرا. ورابعا أن يترك المعاصي، لأن المعاصي تقسي القلب، تقسي القلوب، فكل ما عصى الإنسان معصية فإنها تؤثر في قلبه وتزداد، ويزداد هذا التأثير في القلب من كثرة المعاصي حتى يصبح قلبا قاسيا لا يخشع عند دعاء ولا عند قرآن. نعم.